إذن بعودة إلى الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين عبر سكايب من عمان بشأن التقرير الذي أصدره قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن الفساد الإداري والمالي في الدوائر الحكومية. دكتور أيمن، بداية مرحبا بكم. حياك الله في الكلمة. أهلا بك دكتور. ربطتم في تقريركم الأخير ربطتم الفساد بالمحاصصة، هل من توضيح بشأن ذلك؟ أخي الكريم، المحاصصة كما هو معلوم نظام جاء به الاحتلال، هذه أولا. ثانيا، من تبنى هذا النظام هم رضوا على أنفسهم أن يكونوا مطايا لهذا الاحتلال. ثالثا وهو المهم، أن المحاصصة تجعل من جميع الموجودين تحت قبة البرلمان شركاء في هذا الأمر، لا يمكن لأحد أن يحاسب أحد فضلا عن أن يعاقبه، فإما داخل البرلمان إما هو المنفذ للفساد أو المرتكب لهذه الملفات الفساد، وإما هو يعني مشارك فيها أو ساكت عليها، وإما هو شاهد زور على ما يحصل وحصل في العراق منذ 2003 وحتى اليوم. دكتور أيمن، تحدث التقرير أيضا عن عمليات بيع لمناصب والوظائف العامة، وهي ظاهرة طبعا ليست بالجديدة منذ عام 2003، ولكن بما تفسر تزايد هذه الظاهرة في العام الماضي؟ يعني أصبحت العام الماضي يعني بشكل لافت وبشكل علني. أخي الكريم، ظاهرة بيع المناصب والدرجات الوظيفية. ألو. نعم أسمعك دكتور أيمن، تفضل. نعم، بالنسبة لل يعني الدرجات الوظيفية وبيع المناصب، كما يعني هو معروف أنه حتى الحقائب الوزارية مع الأسف الشديد في العراق ما بعد الغزو الأمريكي يعني باتت لها سعر، وهذه الأسعار وصلت إلى عشرات الملايين من الدولارات العام الماضي. أما سبب زيادة هذه الظاهرة أو تفاقم هذه الظاهرة في العام 2020 هو أنه يعني الإفلات من العقاب المطلق لهذه الظاهرة، ومشاركة الجميع في هذه الظاهرة، ووجود حكومة حقيقة يعني لا تقدم ولا تؤخر، ليس لها من الأمر شيء. ف الأمر أصبح بشكل أوضح وبشكل أكثر علانية حقيقة، فهذا الأمر معروف يعني لدى الجميع. دكتور، هل له علاقة يعني الإعلان عن انتخابات مبكرة ظاهرة بيع المناصب؟ أخي الكريم، كما تعلم أنه الحكومة يفترض أن تكون بها مؤقتة، يعني هذه الحكومة الحالية ينبغي أن تكون مؤقتة كما هم اتفقوا، لكن مع الأسف الشديد يعني أنا لا أذيع سرا إذا أقول أن هذه الحكومة باقية وستبقى ما دام الاحتلال وما دامت إيران وراء هذا الموضوع. فبالنسبة للانتخابات، الانتخابات على ما يشوبها من العيوب الكبرى إلا أنها لن تفضي إلى أفضل من الحال يعني من الوضع الحالي. طيب دكتور أيمن، لأنه نفس الوجوه، نفس الأحزاب، نفس النظام، نفس النظام السياسي القائم على المحاصصة والقائم على الفساد هو نفسه سيعود، ولكن قد يخرج بوجوه أخرى. نهاية العام الماضي دكتور أيمن شهدت أزمة للدولار، يعني تزايد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، يعني أثر ذلك بشكل مباشر بطبيعة الحال على حياة المواطن العراقي. كيف تنظر عمليات بيع الدولار في المزادات التي تنظمها الحكومة في بغداد؟ أخي، على الرغم من هذه الأزمة الخانقة التي يدعون بها، الأزمة المالية الخانقة، إلا أنه البنك المركزي في العراق يعني مستمر بالسماح للبنوك الخارجية، ولا سيما بنوك لبنان وبنوك دول أخرى، أن تدخل إلى مزاد العملة، وهذا حقيقة أمر خطير
لأنه يسهل عملية تهريب الأموال إلى الخارج ولا سيما العملة الصعبة، فبالنتيجة ستتفاقم هذه الأزمة في ظل المعطيات الحالية. لا يمكن أن يكون فتح الباب لبنوك خارجية حلا للأزمة المالية التي يدعون بها حاليا. طيب تقريركم شمل أيضا أزمة الكهرباء التي يعني يخصص لها في الموازنة العامة كل عام مليارات الدولارات، لكنها لا زالت مستمرة هذه الأزمة لا سيما في موسم الصيف. يعني كيف أصبح ملف الكهرباء أو كيف يعني كان ملف الكهرباء ولا زال أحد أشهر ملفات الفساد في العراق؟ دكتور أيمن تسمعوني؟ لا يسمعني دكتور أيمن للأسف، فقدنا ربما الصوت. نعم أسمعك. نعم الآن تسمعني بشكل جيد. سألتكم دكتور أيمن عن ملف الكهرباء، كان ولا زال يمثل أكبر ملف للفساد في العراق منذ عام 2003. كيف تصف عمليات الفساد في ملف الكهرباء تحديدا والذي جاء في تقريركم أيضا؟ أخي الكريم، الفساد يعني هذا اليوم نحن في العراق أكثر من 30% من المدن والبلدات العراقية تفتقر إلى الكهرباء، إما بشكل جزئي كبير وإما بشكل كلي. لا، مع ذلك أنه وزارة الكهرباء أنفقت إلى العام 2020 أكثر من 65 مليار دولار. هذا الرقم طبعا يعني يفترض أن يبني محطات كهربائية تكفي لدول كبرى وليس لدولة واحدة كبيرة. لكن بالمقابل ماذا لدينا في العراق؟ لدينا هذه الأزمة المتفاقمة التي بلا حلول وبلا أي أمل حقيقة ولا أي ضوء في نهاية النفق كما يقولون. شكرا جزيلا لكم دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، كنتم معنا عبر سكايب من عمان.